بسم الله الرحمن الرحيم. ما في شك المباراتنا الجاية مع نادي الخور هي الأهم في هذا الموسم بالنسبة لنا كنادي، كلاعبين، كجماهير، كمجموعة كاملة. هذه المباراة الأهم بالنسبة لنا، هذه مباراة إنقاذ الموسم بالنسبة لنادي الشمال بعد الموسم الصعب اللي خاض النادي. طبعا ما كنا نتمنى نكون في هالموقف، لكن خلص هذا الموقف اللي صار. اللاعبين كلهم جاهزين، اكيد نادي الخور بعد له طموحات، يمتلك مدرب ممتاز كابتن نبيل انور، لاعبين جيدين، نفس الشيء هم بعد كانوا ينافسون على المراكز الاولى في الدرجه الثانيه، فالمباراه ما راح تكون سهله. اعتقد ان احنا ان شاء الله نكون جاهزين للمباراه. نفس ما قلت ارجع اقول، هذه المباراه نقول حياه او موت بالنسبه لنا، لان تحدد مصيرنا بشكل كبير. ان شاء الله الكل واثق من اللاعبين، كلنا واثقين من جميع اعضاء النادي ان نطلع بصوره طيبه في هذه المباراه، وان شاء الله نحقق اللي هو الفوز والنتيجه الايجابيه اللي تسمح لنا ان نتم ان شاء الله في الدرجه الاولى. كلنا ثقه في اللاعبين، اشكر جميع اللاعبين على المجهود الكامل اللي صار في الموسم، موسم صعب، موسم متقلب، موسم في توقفات كثيره، موسم اصابات، موسم، لكن كل هذا ما ينفع الحين، عندنا مباراه هي الاهم، المباراه الجايه. نتمنى ان شاء الله التوفيق وتكون النتيجه ايجابيه وننقذ موسمنا في هذه المباراه ان شاء الله.